مرحبا، مجموعة من الأخبار الفنية وكل جديد النجوم والمشاهير العرب والعالميين عم نطلع عليكم يومياً لنخبركم عنهم بفن نيوز. ومثل ما عم نشوف عم بتعيش الساحة الفنية نشاط وغزارة بالإنتاجات الغنائية، وكتار من الفنانين والفنانات عم يطرحوا أغاني سينجل وألبومات وفيديو كليبس، ومنهم فرقة سفر السورية يلي قدرت تكون ترند بالأيام القليلة الماضية بأغنية يا ويل ويلي بصوت الممثل شادي الصفدي. وطبعا فرقة سفر خصت فن نيوز بفيديوهات ميكينج أوف حصرية لألنا. خلونا نشوفهم سوا ونرجع. لا تكون عن قلبي قاسي وهاجر، لا تكون عن عقلي ناسي راح وهاجر، لا تكون عن ليلي طيفة وانت الهومة سكرتي باب الليل وقفلت السما. لا تنسى وعدك عهدك وطال الوصل، ليش اغلب الريح وعلى العشوائي. وعلى الرغم من الإمكانيات البسيطة اللي شفناها بالكليب، المخرج يزن شربتجي قدم رؤية ذكية ومختلفة باعتماده على أضواء البطاريات والليدات وكمان على تفاعل الفرقة مع الأغنية ليثبتوا أن الميزانية ما إلى علاقة بالعمل الإبداعي. والممثل شادي الصفدي أدى الأغنية بتميز واضح من ناحية اللهجة والتفاعل بالكليب حسب رأي المتابعين ليخلق أسلوب خاص فيه مثل ما عودنا دايماً. ورح نضل بسوريا وننتقل لعند الفنان نور إبراهيم يلي طرح أغنية جديدة بعنوان صرتي ع اسمي وتصدر هاشتاج الأغنية على فيسبوك ليومين متتاليين. صرتي ع اسمي من كلمات وألحان حسين الخطيب وتوزيع جوزيف مصلح. نور إبراهيم سبق وطرح أغنية باللهجة العراقية بعنوان أدوخ بعترك، وحاليا عم يستعد لتصوير أغنية باللهجة المصرية بعنوان الحظ يتبدل، ورح يتم تصوير الفيديو كليب بين تونس ومصر. ورح ننتقل على لبنان تحديدا لعن شمس الاغنيه اللبنانيه نجوى كرم يلي نشرت بوستر اغنيتها الجديده مغرومه 2 باشاره منها للجزء الثاني لاغنيتها الشهيره مغرومه يلي صدرت بال 1998 وحققت بوقتها نجاح كبير ما زال مستمر لحد يومنا هذا. نجوى علقت على البوستر ب 1998 كانت، واليوم بال 2021 ولكل العمر. وكان واضح حماس الفولورز لسماع جديد نجوى. آخر أعمالها كان فيديو كليب معزور قلبي وحققت على يوتيوب ملايين المشاهدات. خلال قضاء عطلة الصيف مع عائلته واجه لاعب كرة القدم ديفيد بيكهام مشاكل اضطرت الشرطة الإيطالية لاستجوابه لأكثر من 45 دقيقة، وبحسب ما ورد هالاستجواب كان بسبب أولاده كروز وهاربر وهن عم يلعبوا الرياضات المائية على متن اليخت بساحل أمالفي. وحسب القانون بإيطاليا لازم يكون عمرك أكثر من 18 سنة لتقود الجيتسكي وتكون حاصل على الرخصة، هالشي اللي خلى الشرطة تستدعي بيكهام وانتهى الموضوع بطلب الضباط صورة سيلفي مع ديفيد. هاي كانت أخبارنا لليوم، ترونا بكرة لتبقوا up to date بكل أخبار النجوم. من هون لبكرة تبقوا بألف خير، باي.